السلام عليكم، معكم طلال نقار. هذه المحاضرة هي أو هذه الفيديو هو الفيديو التعريفي بسلسلة السوائل Fluid Management، إعادة إطلاق لهذه السلسلة. هذه السلسلة بدأت عام 2022، للأسف ما قدرت أكمل فيها، ألقيت فيها عدة محاضرات وتوقفت لأسباب صحية. بعدين ضعف اهتمامي بالموضوع، من فترة رجعت عم أشتغل بمحاضرة الوزمات القديمة الباثوفيزيولوجي تبعها، فوقع بين ايدي جزء من كتاب او كتاب حقيقه كامل صادر بال 2024. المؤلف تبعه هو اسمه مانو مالبرين. هذا الشخص هو اظن بلجيكي، انتنسيفيز بلجيكي، وربما هلا عم يشتغل ببولندا. فاصدر كتاب مع عده زملاء، اظن مع اربع اشخاص، عن اصول العلاج بالسوائل بكل من A to Z، مغطي فيها كل جوانب الموضوع. فعلا يعني استمتعت جدا باطلاع على الكتاب، قرات منه عده اجزاء وان شاء الله كامل حقه وقت عم ارجع اعطيه محاضرات. فالكتاب بيغطي كل المواضيع اللي كانت ببالي حقيقه. يعني سبحان الله، هذا تخاطر الافكار، انه انت بدك شيء ناس ربما هذا الموضوع ما بتلاقيه بالكتب. قليل جدا انك تلاقي حدا يغطي كل موضوع السوائل من A to Z. هذا الموضوع الحيوي بيهم كل الاطباء، للامانه الاطباء السريريين اللي بيمارسوا الطب المشافي. ومع ذلك في كثير حقيقه مشايل، يعني في كثير شغل غير علمي حقيقه بيصير. الاصول ان نتعامل مع السوائل كدواء، معنى انه دواء، مع في له اصطبابات، في له مضادات اصطباب، في له جرعات، في له انواع علاجيه، مو كل السوائل مثل بعضها، في تمييز بين سائل عن سائل، في اهداف لاعطاء السوائل. انا لازم حتى لما بعطي دواء انا بدي اعرف شو هو الافكت تبعه، انا كيف بدي اعرف انه هذا الدواء استفاد المريض عليه او ما استفاد، بدي اعرف شو هو الشيء بدي اقيسه. فعموما السوائل نحن بنعطيها لتحسين ترويه الاعضاء، اذا حطينا هاي الفكره ببالنا ممكن هذا الشيء يخلي اعطاء السوائل يصير ممارسه اكثر علميه بالموضوع. تحسين ترويه الاعضاء بمعنى اخر، انا لازم احسن نتاج القلب، الكاردياك اوتبوت. الكاردياك اوتبوت فيه ثلاث عناصر لحتى يكون اوبتيمال بالشكل الامثل. لازم الكونتراكتيليتي، وهذه انا فيني العب عليها اذا كانت منخفضه بالاينوتروبس. الفيزوبريسوز اللي هي بتشتغل على مقويات الاوعيه، على الضغط الشرياني، فاذا كانت منخفضه ممكن انا اذا كان في فيزو ريليشن انا ممكن اعطي فيزوبريسوز. والنقطه الثالثه هي الفوليوم ستاتس اللي هي البريلود، انا ممكن احسنه من خلال اعطاء السوائل. السوائل مثل ما قلنا لازم يكون في لها جرعه لاعطائها حسب الوضع السريري. بالمرحله الاولى ربما انا اكون اجريسيف اكثر من الحالات العاديه، في مرحله مينتنس، بعدين في مرحله ريكفري، او في مرحله اني ويذرول. مثل اي دواء انا فيني اعطيه. مثل ما قلت هي الادويه السوائل انا في لها اشكال مختلفه. في الكريستالويدز، في الكولويدز. الكريستالويدز نفسها صار فيها اقسام، هلا في عندك البالانس فلويد والامبالانس فلويد، مثلا السالين فيرسس ال ار، هي كلها ممكن تغطيها بالمحاضره. مثلا الالبومين فيرسس السالين، الالبومين شو هو اصطباباته الحقيقيه. هذا الشيء لازم يكون ببداياته، لازم انا ادخل بالفيزيولوجيا، لانه اللي ما بيربط السوائل بالفيزيولوجيا حيوقع بالاخطاء. وانا بدات بهذا الموضوع، ربما لازم نحكي عن احياز الجسم ثلاثه، عن نحكي عن الفلتريشن، عن الانتقال السوائل من الانترافاسكولار الانترستيشيال اللي بسموه الفلتريشن، شو الياته، شو هي الاسباب اللي بتخلي السوائل تتعلق تتجمع بالانترستيشيال فلويد ويصير اديمه بعدين. هي كلها نقاط ححاول اغطيها بهذا الكورس. ربما يعني ما غطيت كل بهالكلمتين، ما غطيت كل شيء حاحكيه. راح احاول مثلا من احد الشغلات اللي هي انه انت بدك تعطي سوائل، مثل ما انه بدك تحسن الكاردياك اوتبوت. فهل دائما اعطاء السوائل بيحسن الكاردياك اوتبوت؟ بعض الاحيان بيسيء. ففي شغله هون اسمها الفوليوم ريسبونسيفنس، انا لازم اقرر انه المريض بحاجه سوائل، ولازم انا اقرر انه هو ريسبوند ولا لا. اتوقع، مش قرر، اتوقع. فهذا الشيء بيخلي قراري اكثر دقه واكثر قربا من الجود اوتكم. فهون انا هذه كل النقاط اللي صراحه اللي ببالي. مثل ما قلت لكم سبحان الله هذا الكتاب جمع فيها معظم الامور، ماني مو ببالي عنوانه، فيني احط اللينك تبعه. مثل ما قلت هو تحميل مجاني، الكتاب كثير متوسع يعني بالموضوع، يصلح انه الواحد يختصره حقيقه. وانا كان احد ببالي باحد الايام اني يعني اساوي كتاب عن السوائل، فربما يكون هذا مرجع مهم لي حقيقه لاختصر منه كل الكلام اللي يعني اختصر الكلام المفيد اللي هو مثل بالعاده انا بضيف اسلوبي على الموضوع. فبرجع بقول كلمه حكيتها بفيديوهات سابقه، لما انت بتاخذ عمل احد الاشخاص المميزين وتنطلق منه، انا ارى ابعد من الجميع لانني اقف على اكتاف العمالقه. هذا كلام اسحاق نيوتن.
فنصيحة ودعوة للشباب وللزملاء اللي بده يشتغل على موضوع ما يعيد اختراع العجلة، يبدأ من حيث انتهى الآخرين، يبدأ من حيث انتهى الآخرين. بتمنى أنه السلسلة تعجبكم، أنا كثير كان على مدى السنتين الماضيات حقيقة كثير إلحاح من الزملاء أنه لازم تكمل لازم تكمل، رح كمل إن شاء الله، بس أتمنى يكون في متابعة جيدة للموضوع. لما أنا حلاقي المتابعة ما هي على قد التوقع اللي أنا متوقعه، ربما هذا الشيء يثبطني. بالنهاية أنا بشر، إذا بدي أعمل محاضرة مدة نص ساعة وشغل أسبوعين ثلاثة عليها وبالأخير يشوفها شخصين وثلاثة وخمسين، ما أظن ما أظن كوست افكتيف. أنا متخيل إنه السبب عدم المتابعة ببساطة لأن الناس إذا ما كانوا بحاجة للعلم بشكل يغير بحياتهم الشخصية ما بيتابعوا حقيقة. الامتحانات هي أهم الأسباب اللي تخلي الواحد يدرس، هذا أهم الأسباب. إذا كان في امتحان في نجاح ورسوب، لما ما بيكون في نجاح ورسوب، لما بيكون مثلا لقمة العيش مثل الميكانيكال فنتيليشن مثلا، كان الناس تتابعه بشكل جيد لأنهم بحاجة ليتعلموا هذا الموضوع. بس لما بتجي على موضوع مثلا مثل موضوع السوائل أو موضوع الصوديوم، هو أنت عم تعمله على كل الأحوال وما حدا منتبه شو عم تعمل، ربما بده يكون الحافز كبير قدام الطبيب او الطالب او هو يعني الشخص اللي حابب يتعلم، بيكون الحافز كبير والدافع كبير يخليه يسمع محاضره، خاصه نحن عم نحكي بالطريقه القديمه للمحاضرات. لهلا انا يعني لهلا ما طورت اسلوبي، ربما انا اسلوبي ينتمي من 10 سنوات لورا. يبدو هلا الشباب الجدد صاروا يعني بدهم المقاطع القصيره والكذا، واللي انا ما عندي قدره اعملها ابدا صراحه. فجزاكم الله خيرا، ان شاء الله يا رب يكون عند حسن ظنكم. المحاضرات القديمه موجوده بس حعيد انتاجها، حعيد يعني ترتيب سلايدات ربما او كذا، وكمل بالموضوع ان شاء الله يا رب بيعجبكم، والسلام عليكم.